another big vessel in the neck هو الـ internal jugular vein، واحد من أشهر الفينز في النك. كأي فين أو أرتري في جسم الإنسان، النقاط الأساسية أنا اللي أنا عايز أتكلم عليها البيجينينج الكورس وريليشن الإند والترمينيشن. وهنا كفين بقى مش هقول برانشز، هقول التريبيوتريز. البداية بتاعته جاي ككونتينيويشن للسيجمويد ساينس از جاجولار فورامين. طبعا فاكرين الجاجولار فورامين هيمشي اوبليكلي ان ذا نيك انسايد ذا كاروتي تشيز، هيمشي لاترال تو ذا انترنال كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد انسايد ذا تشيز، وهنتكلم على الكورس ده بتفصيل اكتر شويه. وهينتهي بيهايند ذا استرنو كلافيكولار جوينت بانه بيتحد مع السبكليفيان ويعمل البريكوسفاليك. ادي الكلافيكل وادي هنا الاسترنو كلافيكولار جوينت وده السبكليفيان فين، هيتحد معاه ويعمل البريكيوسفاليك فين. يبقى دي كانت البدايه وديت كانت النهايه. الانترنال جاجولار فين، الانترنال جاجولار فين الريليشنز بتاعته بالظبط لانه ماشي مع الانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد انسايد ذا كاروتيد تشيز، فنفس الريليشنز اللي مغطياهم او ريليتد ليهم هي نفسها الريليشنز اوف ذا انترنال جاجولار فين، وهنحكي عليها بعد دقائق. التريبيوتريز اي فين في منطقه الهيد اند نيك ينتهي بحرفي ال او دي فيصبهم في الانترنال جاجولار فين. مش اي فين، يعني نقدر نقول ببساطه ان جميع الفينز اللي بتنتهي بداخله اخرها ال او دي. تعالوا نشوف زي مين كده. الانفيريور بترو زل اللي كان جاي من البوستيريور اسبيكت اوف ذا كافيرنس ساينس ودخل للجاجولار فورامين علشان ينتهي في الانترنال جاجولار فين. ده اول واحد من فوق. بعديه في مين؟ الاوكسيبتال، في بعض الاحوال اوكسيبتال، والاوكسيبتال اخره ال بينتهي في الانترنال جاجولار او ينتهي في السب اوكسيبتال فينس بليكسس. الفين اللي بعد كده جاي من التنج اسمه لينجوال فين في اخره ال. الفين اللي بعد كده جاي من الفيس اللي هو الكومن فيشيال اخره ال. الفين اللي بعد كده اسمه فارنجيال من الفارنكس اخره ال. يبقى ده عندي خمسه فينز يحملوا في نهايتهم حرفي ال اللي هو الانفيريور بتروزال والاوكسيبتال واللينجوال كومنفيشيال والفارنجيال، واثنين بحرف الدي اللي هم السوبيريور ثايرويد فين والانفيريور ثايرويد فين. افكر والميدل ثايرويد فين عفوا، السوبيريور والميدل ثايرويد فينز. افكركم بان الانفيريور ثايرويد فين كان بينتهي في الليفت بريكوسيفاليك في معظم الاحوال او بينتهي في الرايت والليفت بريكوسيفاليك في احوال اخرى. ادي كانت التريبيوتريز المختلفه للانترنال جاجولار فين. طب ماذا لو شفنا الريليشنز بتاعته؟ احنا قلنا الريليشنز بتاعته هي نفسها ريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد والانترنال كاروتيد ارتريز. الانترنال جاجولار فين كان متغطي من تحت بثلاثه سوبرفيشال ستراكشرز، سكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا، وكانت في وان مصل اللي اسمها الاسترنوماستويد مصل. الجماعه الريليشنز دي كانوا بيعدوا من below the level of posterior belly of the gastric. كان في عندي هنا مجموعه cervical lymph nodes وتو نيرفز. التو نيرفز كان الاكسسوري نيرف سباينال بارت منه اللي هو سباينال اكسسوري اللي هو الكرينر رقم 11، ونيرف تاني كان المفروض رقم 12 بس رقم 12 معدي من قدام، معدي من قدامنا على مين؟ على الاكسترنال والانترنال كاروتيد. اما هنا نجد برانش من اللي اسمه الديسندنس هايبجلوساي اللي كان بيكون الانسا سيرفايكاليز، بيكون لوب من اللوبس اللي مكونه للانسا سيرفايكاليز، بيكون الديسندنج لمب اللي اسمه ديسندنج او ديسندنس هايبجلوساي. ده كان تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك. طب ماذا عن فوق مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك؟ في عند الستايلود بروسيس والاستراكشرز اللي ماسكه فيه الستايلو جلوسس ماسل والستايلو ستايلو فارنجس، ستايلو جلوسس وستايلو فارنجس. دي الستايلو جلوسس ودي الستايلو فارنجس. كانت في عندي جزء من الباروتيد جلاند اللي كان داخل فيها الاكسترنال كاروتيد ارتري. كانت ايضا الديب بارت، الديب بارت او جزء من السوبرفيشال بارت لهذه الجلاند كان بيمثل سوبرفيشال ريليشن اوف ذا انترنال جاجولار فين. طيب الجاجولار الانترنال جاجولار فين ده هو ماشي الكورس بتاعه كان
امبيدد في قلب، مش امبيدد، انكلودد بمعنى اصح في قلب الكاروتيد شيس. الكاروتيد شيس ده نفكركم بيه، كان واحد كان تيوبلر شيس، هو دريفيتيف من الديب فاشيا اوف ذا نيك، وكان بيمتد من فوق من البيس اوف ذا سكال في المنطقه المحيطه بالكاروتيد كانال والجاجولار فورامين. الشيس ده هيمشي يحيط بالانترنال جاجولار فين والانترنال كاروتيد من فوق والكومن كاروتيد من تحت. طب وضع الانترنال جاجولار فين ايه جوه الكاروتيد شيس؟ الكاروتيد شيس احب افكركم ان كان مغطي من علي من بره، ماشي عامل كروسنج لي اوبليكلي البوستير بيلي اوف ذا جاستريك مصر. فنجد الانترنال جاجولار فين كان ماشي لاترال للانترنال كاروتيد ارتري انسايد ذا كاروتيد شيس، كان يمشي بينهم عدد 4 كرينيال نيرفز من فوق مستوى البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، وهيكمل منهم كرينيال نيرف واحد بس تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك. مين الاربعه نيرفز دول؟ ادي هنا عندي الكاروتيد شيس. انسايد ذا كاروتيد شيس الانترنال جيجولار كانت ريليتد لمين؟ الاكسترنال كاروتيد طلع من الكومن كاروتيد وطلع بره الشيس، مالناش دعوه بيه. جوه الشيس الانترنال جيجولار كان ريليتد لعدد 4 كرينيال نيرفز. اول واحد فيهم ماشي ان بتوين اند بيهايند ذا انترنال جيجولار والانترنال جيجولار والانترنال كاروتيد هو الفيجاس نيرف. وكان يمشي خط مستقيم تابع ليهم وما لهمش لا يتحيز لأو اي واحد فيهم. النيرف رقم 11 كرينيال اللي هو اسمه الاكسسوري كان ماشي بين الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد، لكن النيرف ده انحاز الى الانترنال جاجلر، عمل كروسنج بوستيريوري للانترنال جاجلر علشان يروح للبوستيريو ترينجل ويغذي العضلتين اللي رايح يغذيهم اللي هم الاسترنوماستويد والترابيزيس. النيرف اللي بعد كده اللي ماشي ان بتوين اند بيهايند ذا انترنال جاجلر وانترنال كاروتيد اللي هو اللي كان اسمه الكرينيال نيرف ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال نيرف. هذا النيرف غادر الشيس فوق مستوى الدايجاستريك لكنه انحاز الى الارتيريال سايد، فمشي عمل كروسنج للانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. يبقى النيرف اللي ورا اللي هو رقم 11 كرينال اكسسوري انحاز للانترنال جاجلر، اما النيرف رقم 12 فانحاز الى الارتيريال سايد اللي هم الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. نفتكر ان الفيجاس ده كان محايد ان كان ماشي ان بتوين اند بين وبنحس لاي واحد فيهم. في الحقيقه رقم 9 اللي هو اصغر واحد شاف الثلاثه الكبار مشوا كده انحاز هو الاخر الى الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد، بس المره دي مشي ان بتوين ذا تو ارتريز. الهايبوجلوسال مش عامل كروسنج للتو ارتريز، اما الجلوسوفارينجال التاسع فمشي غادر الشيس بين الاكسترنال الانترنال كاروتيد من جوه والاكسترنال كاروتيد من بره سوبرفيشلي اقصد. دي كانت الريليشنز اوف ذا انترنال جاجولار فين انسايد ذا كاروتيد شيس باللاست فور كرينيال